ازيكم يا شباب؟ وهي حلقة جديدة من حلقات كايزن اندو، والنهاردة هنتكلم عن الـ Indirect Vision in Dentistry. تمام؟ موضوع الـ Indirect Vision في أسنان ده بيتاخد للأسف for granted، اللي هو عند أول ما بتخلص الـ Pre-Clinical Year أو بيرموك في العيادة كده ويقولك يلا اشتغل بقى على Vision. طب يا جماعة، احنا ما اتعلمناش ازاي نشتغل Indirect بما فيه الكفاية في الـ Pre-Clinical. احنا يعني في البداية كنا بنشتغل على لور، فكانت الكاستات قدامنا، سواء بقى انت في جامعة فيها دومي هيدز او لا، فانت في شارع كاست دايركتلي، ولو ابر كلنا عارفين كنا بنعمل ايه. تمام؟ ده مش صح. المفروض ان انت تتعلم ان دايركت وانت في البري كلينيكال، وتعمل براكتس عليه كمان وانت في الكلينيكال، وياريت كمان بعد ما تخلص الكلية وانت في امتياز او بعد امتياز تفضل تبراكتس، لان الموضوع learning curve. تمام؟ طيب هنبدأ النهاردة في هنقول ايه الساينس وراء الاندايركت فيجن، وحاجات كتير قوي في الساينس هتفيدك، والبراكتس، وما فيش اي ديماركيشن ما بينهم. تمام؟ الساينس والبراكتس، البراكتس لازم يكون evidence based، فهنعرف الموضوع ده النهاردة يعني. تمام؟ اول حاجة ناخد البيراميد كده بتاع الماسترينج اندايركت فيجن. من وجهة نظري لازم تكون عارف التشير والاوبريتور بوزيشنز، لازم تكون عارف ازاي تظبط التشير بوزيشن وتظبط قعدتك انت ورا البيشنت. تاني حاجه لازم تتعلم ازاي تستخدم الميرور، هتسلكت انهي تايب من الميرور، انهي سايز من الميرور، وايه التريكس اللي ممكن تفيدك في موضوع استخدام الميرور في الشغل يعني. تمام؟ تالت حاجه اللايت تريكس، المفروض تكون انت عارف كويس ازاي تظبط اللايت، ازاي تعمل كو اكزيل وليمونيشن لو تقدر، وهكذا. طيب رابع حاجه الدايركشنال كنترول، ودي اتكلمنا عنها بقى في سلسله كايزن اندو، اللي ما شافش الحلقه ممكن تشوف اللي هي الحلقه اللي فاتت على طول، واللي قبلها برضو اتكلمنا عنها. واخر حاجه هي الماجنيفيكيشن. الخمس حاجات دول لو انت قدرت ان انت تظبطهم كويس جدا في شغلك، صدقني الموضوع هيكون سهل جدا انك تعرف تشتغل، ظهرك هيكون مستريح اكتر بكتير مما انت بتقعد تعمل الحركات الشقلبازات بقى جوه الايه العياده. تمام؟ نبدا الاول بالتشير والاوبريتور بوزيشن. اول حاجه خلينا ناخد دراسه اتعملت سنه 2015. تمام؟ الدراسه كانت بعنوان prevalence and risk factors for lower back pain among dentists. الغريب بقى في الدراسه ان هم جابوا 60 دكتور، تمام، من كل الفئات السنيه وبديفرنت اكسبيرينسز يعني. تمام؟ لقوا ان تقريبا حوالي 70% في باك بين في الدكاتره. تمام؟ اللور باك بين تقريبا كان في حوالي 50% من الكيسز. تمام؟ السبجكتس اللي جالهم لور باك بين ده، او اللي جالهم بين عموما باك بين ده، 90% منهم كان عندهم مايلد تو مودريت بين، و 9.5% منهم او 10% منهم حصل لهم سيفير باك بين. الغريب بقى ايه يعني، دي سخريه القدر يعني، ان انا وانا بحضر المحاضره دي ظهري وجعني. كنت بشتغل في العياده ويومين كده ورا بعض ارهاق، ظهري وجعني جدا. تمام؟ فا اتس ترو ان مهنتنا دي تقصف العمر، لكن بشويه تظبيطات بسيطه واسترتشات وشويه تتعلم ازاي تعمل بوزيشننج لنفسك والبيشنت قدامك، الموضوع هيبقى ان شاء الله احسن يعني، وهنسرفايف المهنه. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده الصوره اللي هي على الشمال دي. الصوره اللي على الشمال دي واحد قاعد في ايه، في الايديال بوزيشن، هو بنايم البيشنت سوباين، او يعني رفع سنه بسيطه عن سوباين، هو قاعد فارد ظهره، الثايز بتاعته مش يعني بارلل للفلور، ولكن في انكلينيشن بسيط ناحيه الفلور، وده الصح. موضوع ان انت تكون بارلل للفلور ده بيعمل تنشن شويه على الماسلز بتاعت الساي. تمام؟ والوضع ده افضل وضع. لو انت فضلت قاعد عامل كده غالبا هتحس بملل في النص، بس ظهرك مش هيكون ستريند خالص. تمام؟ يعني انت دايما بتحس انت عايز تعمل كده وعايز توطي كده، لا احنا مش عايزين نعمل الحركات دي خالص، احنا عايزين دايما نكون فاردين ظهرنا بالشكل ده كده، ايدينا دي فيها التول اللي احنا شغالين بيها، وايدينا التانية فيها المرايه. تمام؟ فاحنا عايزين نقعد بالشكل ده كده زي ما الدكتور قاعد. تمام؟ الشكل ده احسن شكل. والحاجه الحلوه كمان لما تكون لابس لوبس، هنتكلم عنها في الماجنيفيكيشن، ان هي هتجبرك انك تقعد بالقعده دي، مش هتعرف تقعد قعده ثانيه، لان اللوبس ليها فيلد، الفيلد ده نقول مثلا 30 سم ودايره مثلا قطرها 8 سم بس، خلاص كده
هيتحرك بعيد عن الفيلد وقريب من الفيلد كده كده ده مش هيحقق لك اي فيجن خالص. تمام، فلازم برضو انت تبدا تتعود على البوزيشننج نفسه عشان ساعه لما تجيب لوبس ان شاء الله تبقى الموضوع اسهل بالنسبه لك. طيب تعالوا ننتقل للنقطه الثانيه وهي الميرور تريكس. والله في الميرور تريكس في ثلاث حاجات لازم نكون عارفينها. تمام، الحاجه الاولانيه ميرور تايبس، الحاجه الثانيه ميرور سايزز، والتريكس بقى اللي هي ايه شويه حركات كده هنعرف نعملها يعني بحيث ان الدنيا تكون اسهل بكتير. طيب تعالوا نبدا بالميرور تايبس. والله بالنسبه للميرور تايبس احنا عندنا كذا تايب، يعني انا هتكلم هنا عن التو تايبس بس، هو في اكتر بكتير من كده بس احنا هنتكلم عن تو تايبس بس اللي هم الموست كومن وبالنسبه للطلبه احنا بنستخدمش غيرهم. والله اللي على ايدك الشمال دي اسمها رير سيرفيس ميرور او باك سيرفيس ميرور، اللي هي السطح العاكس فيها هو السطح المعدني اللي ورا، لكن المرايه اللي قدام دي مرايه بتدخل الضوء كله. تمام، ايه اللي بيحصل لما تستخدم المرايات دي؟ وللاسف دي المنتشره معانا كلنا، بيحصل جوست ايمج، السطح ده نفسه بيعكس مقدار بسيط من الضوء. تمام، بيبقى طالع بارلل للضوء اللي راجع من السطح العاكس اللي هو المعدني اللي في الاخر. تمام، فبتلاقي ان الصوره كان في فرق ما بين المرايه وما بين التو لو انت لمتهم ببعض كده. تمام، طيب اما بقى الفرونت سيرفيس ميرور وهي اللي على اليمين، لا دي حاجه تانية خالص. الفرونت سيرفيس ميرور مثلا زي كده، دي الفرونت سيرفيس ميرور، يعني النوع ده اسمه ميجا. انا طبعا ما عنديش اي كونفليكت اوف انترست مع الكونفليكت اوف انترست مع الشركه، يعني مش بعمل دعايه ليها، بس ده مثلا لسه شاريه قريب الماني. تمام، اسمها ميجا سايز 5. انا لو جيت حطيت صباعي كده خلاص الموضوع انتهى، يعني مجرد ما بحط صباعي كده بتبقى الصوره ملامسه للسطح. تمام، الصوره لما تكون ملامسه للسطح مفيش خلاص بقى جوست ايمج بتحصل، يعني شايفين مثلا الفرق ما بين هنا وهنا، على الشمال بتلاقي فيه سكندري ايمج او جوست ايمج، على اليمين مفيش خالص الكلام ده. تمام، فطبعا اشتري الفرونت سيرفيس ميرور ما تشتريش الرير سيرفيس ميرور. تمام، الفرونت سيرفيس ميرور موجود برضو نوع تاني اسمه ريلاكس، بيبقى ليها بقى الوان وكده، بتبقى كت 10 مرايات، بتبقى اشكالها اظرف شويه من المعدن، بس انا بجيب المعدن علشان لما بيحصلها سكراتش او بتبوظ من التعقيم ولا حاجه بعد فتره طويله برميها وبغير الهيد وخلاص. تمام، طيب تاني حاجه الميرور سايزز. في ناس كتير ما تعرفش ان المرايات ليها سايزز صغيره جدا وسايزز لحد ما كبيره. طب وهتفرق معانا في ايه؟ ما انت انا شايف كويس خلاص في سايز 5 ده. هتفرق ساعه لما تيجي تشتغل في حاله ليميتد ماوث اوبننج، هتفرق ساعه لما تيجي تكون شغال مثلا في بريابيكال سيرجري، هتفرق لما تكون انت شغال مثلا في ابر 7 في بيشنت عنده التشيك بتاعه فاتي يعني مليان شويه زي حالاتي كده، فهتلاقي انت وانت جاي تحط المرايه بقلي الماندبل وفاتح بقه الريمس بتحرك لقدام شويه، فلما بتحرك قدام شويه انت لما تيجي تحط المرايه مش هتعرف تشوف خالص. حصلت مع حد فيكم قبل كده اكيد. تمام، فانت لما تكون معاك مرايه صغيره انت عايز تشوف الاريا اللي انت عايز تشتغل فيها بس مش عايز كل ده. تمام، فيفضل ساعتها ان انت تعمل ريتراكشن باي ريتراكتور، انا للاسف مش معايا دلوقتي الريتراكتور، تبقى الريتراكتور ده اللي هو بيكون دبل مع بعضه فبيكون عامل ريتراكشن للشيك كله، والمرايه نفسها بتديك سكندري ريتراكشن بس اهم حاجه تكون صغيره عشان تقدر تشوف كويس. يعني مثلا الصوره اللي على الشمال تحت دي ميرور سايز 5. تمام، جواها اتنين ميرورز صغيرين، شايفين الفرق في المساحه ما بينهم؟ فرق رهيب جدا. عشان كده لما بتكون في ناس شغاله مايكرو سيرجري بتعمل مثلا ايبيكو اكتمي زي الصوره اللي على اليمين كده، فبتدخل الميرور نفسها جوه السايد بتاع الاوستيوتومي اللي بيشيلوا منه الايبيكال ثيرد بتاع الروت. تمام، طيب اخر حاجه بقى التريكس. انا زي ما انتم عارفين ما بحبش اختراع العجله. دكتور وائل سعيد عمل لنا حلقه كامله حوالي 40 دقيقه على يوتيوب بيتكلم فيها على التيبس اند تريكس بتاعه ان انت تستخدم المرايه في الاندايركت فيجن. تمام، الحلقه يعتبر طويله شويه بس مليانه براكتس ومليانه تيبس اند تريكس، فلا لازم تشوفوها. طب اللي مش عنده وقت انه يشوفها ممكن نختصر الموضوع تو تريكس سهله جدا. اول حاجه لو انت شغال لوحدك ممكن تحط المرايه في بريل. تمام، تغطس المرايه في بريل وبعدين تمسحها بالراحه كده بحاجه مش ابزوربنت. تمام، فانت البريل ده بيعمل كوت من الليكويد كده على السيرفس بتاع المرايه
بيخليك وانت شغال المرايه مش كل شويه تقعد تضطر تمسحها من المايه اللي بتيجي عليها علشان تبقى شايف كويس طول البروسيجر. بس دي للاسف الشديد الكود ده بعد دقيقتين لتلاتة كده او شويه شغل مستمر بيطير خالص، تمام؟ فساعتها لا، انت يعني بتضطر تحط غطاسه تاني علشان تبدا تكمل شغل. فيكون معاك مثلا غطا صغير او كوبايه صغيره حاطط فيها شويه بريل تعمل لك بس ايه كود كده على السيرفس يخليك تعرف تشتغل طول ما انت شغال، ما تضطرش ان انت كل شويه تمسح المرايه ترجع تشتغل تاني، تمام؟ طب لو انت شغال معاك اسيستنت، انا شخصيا بعمل كده، بخلي الاسيستنت تمسك الشيب سيرنج وتفضل بترش هواء على المرايه وانا شغال. طب ليه بترش هواء على المرايه وانا شغال؟ اي ميه بتيجي على المرايه لما بترش هواء بتتزحلق بسرعه، تمام؟ تفضل انت شايف كويس، تفضل برضو السكشن في ايديها من ناحيه والمرايه في ايديها من الناحيه الثانيه او الشيب سيرنج في ايديها من الناحيه الثانيه، فانا كده دايما شايف وانا شغال، تمام؟ احنا ظهرنا ده يا جماعه بيكلف فلوس كتير لما نتعب يعني، تمام؟ فصحتك اهم من اي شيء، فلازم تكون معاك اسيستنت تفهم، لازم تكون عامل لها تريننج كويس ان هي تريحك، تمام؟ طيب نخش بعد كده على اللايت تريكس. والله بقى اللايت تريكس دي موال برضو، بس خلينا الاول نشوف انواع اللايتس الموجوده. والله في لايتس بالهبل في السوق. مبدئيا اللايت اللي يكون ليد اكيد احسن من اللايت الاورنج، بس مشكلته ان هو بيعمل كيورنج للكومبوزيت. ففي دلوقتي شويه انواع نزلت في اليونتس الجديده وبتاع ان انت تقدر تغير اللايت من ليد ابيض لاورنج، تمام؟ فتشوف بقى انت ايه اللي انسب لك او ايه اللي اريح لك تجيبه. ممكن تغير اللايت نفسه من غير ما تغير اليونت كلها براحتك. بس المشكله في ايه اصلا في اللايت؟ والله مشكله لايت اليونت ده ان انت لو انت شغال ماكسيلري فانت بتحط اللايت في اتجاه معين، تمام؟ لو انت شغال على الماندبل انت بتحط اللايت في اتجاه تاني. لكن في الحالتين انت كده كده اللاين اوف فيجن بتاعتك، لو شايفين السهم الاحمر ده، غير الاتجاه بتاع الالومينيشن، ودي مشكله لان ده يعمل شادوز، تمام؟ اللي يفهم شويه في التصوير وبتاع يعرف ان اللايت، انت لو عايز مثلا تصور نص وشك اليمين هتحط لايت هنا ومش هتحط لايت الناحيه الثانيه، تمام؟ وهتصور انت من الناحيه دي، فالموضوع هيخلي فيه شادوز. ده نفس اللي بيحصل بالظبط وانت شغال، ان الشادوز دي بتعمل لك حتت انت شايفها كويس وحتت انت مش شايفها خالص، تمام؟ او حتت مش شايفها كويس خالص. فدي مشكله اللايت بتاع اليونت. لكن لما تكون شغال بلوب، اللوب هنا هتحطه على وشك بيتعلق عليه هنا كده في الحته دي لايت، تمام؟ لايت جاي مع اللوب، بيكون شده الاضاءه بتاعته بتعدي 70,000 لكس، وده يعني حاجه مستحيل يونت توفرها لك، تمام؟ بيكون الدايره القطر بتاع الدايره بتاعته مثلا نقول 10 سنتي، فانت بتبقى شايف كويس جدا في 10 سنتي دول، على عكس اللايت بتاع اليونت اللي بيغطي مساحه اكبر بكتير، وشده الاضاءه طبعا بتاخده على قانون التربيه العكسي فبتقل كتير، تمام؟ فاللايت بتاع اللوب واللايت بتاع الميكروسكوب حاجه اسمها كو اكزيال الومينيشن. شايفين الصوره دي؟ الصوره دي بتقول لك ان انت علشان تبقى شايف اثنين اوبجكتس، لو انت عايز تسنتر عينك في النص، عينك اليمين دي هتحدف شمال وعينك الشمال دي هتحدف يمين، واحنا كده كده عندنا بلايند سبوت برضه عشان تبقوا فاهمين يعني، بغض النظر بقى عن البلايند سبوت. شايفين الفرق ما بين هنا وهنا؟ اللايت اللي نازل مع اللاين اوف فيجن من اللوب او الميكروسكوب ده هيخليك شايف كويس جدا ومفيش اي شادوز، على عكس اللايت بتاع اليونت العادي. فدي برضو تركية لازم تكونوا حاطينها في الحسبان، تمام؟ لما تكون شغال بلوبس انت هتبقى شايف احسن، واي حاجه تقدر تشوفها تقدر تحلها، تمام؟ You cannot reproduce what you can't see. جميل. طيب نخش بعديها على directional control، ودي طبعا اتكلمنا عنها بقى في حلقه منفصله تماما في سلسله كايزن اندو. الدايركشنال كنترول ثيوري دي عملها دكتور ديفيد جرين في سنه 73، كان ناشر بيبر بعنوان دبل كانالز ان سنجل رودز. انا مش هتكلم بقى عنها، اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت ممكن تشوفوها، بس خلونا نسترجع مع بعض الحاله دي بتاعه الدكتور كليف رادلي، تمام؟ الحاله دي ممتازه جدا وبحب دايما ان انا اعرضها، تمام؟ هنا الاتجاه الفايل داخل في اتجاه معين، تمام؟ خلي بالك انت بتبقى شايف الصوره دلوقتي على ورقه او الصوره على سطح 2D، فمتبقاش متخيل الموضوع 3 دي عامل ازاي. خلينا اوضح لك دلوقتي، لو دي التوس فانت داخل بالفايل كده، تمام؟ علشان تدخل هنا. جميل. الفايل ده انت كنت ممكن تخش بيه كده، ممكن تخش بيه كده، ممكن تخش بيه كده، تخش بيه في اي اتجاه، ممكن تخش بيه من الناحيه الثانيه كده او كده. لا، انت ظبط بقى الدايركشن بتاعك ان انت داخل على الاورفيس باتجاه معين، تمام؟ تعالوا نشوف كده في الام بي 2 لما شافها، لما جابها ايه الاتجاه معكوس تماما او الاتجاه في الناحيه الثانيه خالص، لما تكون
انت عندك السنه عامله كده وفي فايل داخل هنا في نفس الروت ده، غالبا هيكون في كنال الناحيه التانيه، تمام؟ لكن لو هو كان الروت نازل كده، الفايل غالبا هيبقى نازل في نص الروت كده. لو داخل بدايركشن مختلف، فغالبا هتلاقي كنال تانيه داخله بدايركشن المعاكس، تمام؟ فدي تحطها في حسبانك. ده شكل مثلا التو اورفيسز بعد ما ايه خلص الشيبنج بتاعه. حاله جميله جدا، لازم تقروا البيبر ولازم تتفرجوا على الحلقه اللي فاتت لو ما شفتوش الدايركشن كنترول ثيوري، تمام؟ اخر حاجه بقى هي الماجنيفيكيشن. الصوره بألف كلمه، انا مش هتكلم خالص وهوريكم الصوره دي وقولوا لي انتوا ايه رايكم، تمام؟ الصوره دي واحد شغال بلوبس، تمام، على بيشنت، واضح جدا ان اللاين اوف فيجن ماشي مع اللاين اوف الومينيشن، تمام؟ واضح جدا ان الدايره اللي اللايت بتاع اللوب مغطياها دايره صغيره جدا، فبالتالي الضوء فيها متركز جدا، الالومينيشن بتاعه عالي جدا. في انواع لوبس يا جماعه هنا دلوقتي في مصر وصيني، انواع كويسه جدا، الالومينيشن بتاعها 95000 لوكس. الالومينيشن بتاع الميكروسكوب بيوصل من 100,000 يعني ل 120,000 لوكس. فانتم متخيلين ان في انواع لوبس دلوقتي بقى الالومينيشن بتاعها بيقترب للالومينيشن بتاع الميكروسكوب، فدي حاجه عظيمه جدا يعني. تمام، لما تكون انت شغال بالشكل ده، انت دايما هتبقى ظهرك مفرود، دايما هتبقى شايف كويس جدا، دايما هتبقى مفيش اي شادوز، فدي حاجات كويسه جدا. موضوع بقى تستخدم انهي لوب او انهي مايكروسكوب، لا دي محاضره كبيره ما نقدرش ان احنا نعرضها واحنا بنتكلم على الاندايركت فيجن، تمام؟ محاضره الماجنيفيكيشن ممكن تكون محاضره ساعتين واكتر كمان، وتختار بقى 3 اكس ولا 4 اكس ولا 6 اكس. انا شخصيا ما بحبش اشتغل في اقل من 6 اكس، تمام؟ وعشان كده انا ما حبيتش ان انا اشتري لوب، لان انا لو اشتريت لوب 3 اكس عشان سعرها كويس بالنسبه لي كطالب هرجع اغيرها قدام. بس الحاجات دي كلها بقى ايه، بيرسونال بريفرنس يعني. هل انت هتعرف تشتغل من غير لوبس خالص؟ هل هتبقى شايف كويس او هتعمل شغل كويس؟ وهكذا يعني، تمام؟ طيب المايكروسكوب، الصوره دي بقى جميله جدا، دي اللي هي الفور هاند دنتستري. تعال نشوف كده البوستشر بتاع الدكتور اللي شغال، تمام؟ قاعده فرد ظهرها، رقبتها مفروده تماما، ممكن تكون يعني تلت حاجه بسيطه 10 ديجريز مثلا او 5 ديجريز مثلا، تمام؟ اللاين بتاع الالومينيشن نازل كده من الميكروسكوب، بس العدسات جوه بتاعت الميكروسكوب بتخليك انت شايف كده، فانت يعني عينك داخله جوه الميكروسكوب، اللايت نازل كده وانت شايف كويس جدا، تمام؟ الفكره كلها في ايه بقى؟ ان انت طول ما انت حاطط عينك على العدسات بتاعت الميكروسكوب، ايديك انت مش شايفها خلاص، مفيش بقى ايدك دي انت ما انتش شايفها خالص، تمام؟ ولما تكون شغال على تكبير عالي قوي انت بتبقى شايف حاجه حرفيا، الموضوع كله جوه دماغك زي ما قلنا قبل كده، سبيشال انتليجنس، تمام؟ فانت بتكون لو عايز مثلا الاداه الجايه، انت مثلا شغال بمرايه وكونترول، تمام؟ فانت هتدي للاسيستنت الهاند بيس وتعمل لها ايدك بزاويه معينه او بحركه معينه عشان تدي لك الاندوموتور مثلا، تمام؟ فده لازم يكون في كوبريشن ما بين الاسيستنت والدكتور. حضرت محاضره للدكتور اشرف سمير قبل كده وقال انا ببقى فيري اريتيتد لما اكون شغال باثنين اسيستنت بس، يعني 6 هاند دنتستري بيشتغل هو باربعه، اثنين دراي واثنين ويت. فدي حاجه عظيمه جدا، فكره ان الاثنين الدراي اللي بيناولوا الادوات من البراكتس او من الكابينت للاسيستنس، واحده بتبقى عشان انفكشن كنترول يعني، واحد على شمال وواحد على يمين واثنين تانيين واقفين، دي حاجه عظيمه جدا. على الاقل خالص اشتغل بوان اسيستنت، ده يعني الموضوع مرهق جدا، بس على الاقل اشتغل بوان اسيستنت. يستحسن لو اثنين، ثلاثة تبقى عظمة جدا يعني، تمام؟ الاندو ستريسفول، فانت محتاج ترفه عن نفسك وتحاول تقلل الايه الستريس على دماغك. بصوا بقى كده في ايدين الدكتور مع الاسيستنت مع بعض، الدكتور ماسكه المرايه وماسكه البروب مثلا من الناحيه الثانيه، تمام؟ الاسيستنت ماسكه السكشن وايديها الثانيه فاضيه حاليا، لكن ممكن عادي تمسك فيها الشيب سيرنج وترش هواء على المرايه لو هي شغاله بالايه؟ بالهاند بيس. الوضع ده احسن وضع، تمام؟ بغض النظر عن الابل ووتش اللي الاسيستنت حطها في ايديها، بتبقى مهمه احيانا عشان تحسب التايم بتاعك، عشان في الاخر تقدر تحسب الاوفر هيد كوست على نفسك كدكتور، تمام؟ ده بيفرق حتى في البرايسنج بتاعك. طيب نخش بقى في الجزئيه بتاعت الساينس والبراكتس. اي حد يقول لكم البراكتس حاجه والساينس حاجه، ده حد بيخدعكم وده راي مش صح ومش صادق. الساينس هو اللي بيديلك الجايد لاينز انك تمشي فيها في البراكتس، تمام؟ فتعالوا نشوف
للعلم دي بيبر اتعملت سنة 2011، تمام، بتتكلم عن ان عاملين ديفايس كده صغير، تريننج ديفايس لدنتال ستودنتس. طب ليه؟ علشان يعملوا براكتس على الميرور انفيرتد موفمنتس. فدي شيء عظيم جدا، شايفين الجهاز حاطين حاجة شبه الهاند بيس وفيها قلم رصاص، تمام. تعالوا نشوف كده الصورة اللي هم المفروض بيعملوا تريننج عليه. الصورة اللي على الشمال المفروض ان انت تمشي في الباث واي ده اللي هم رسمه لك، بس وانت بتمشي في الباث واي ده ما تكونش بص عليه دايركتلي، انت بتبص في المرايه وانت بتمشي فيه. فالموضوع صعب جدا، هو اصلا صعب من غير حاجه لان المسافه ضيقه جدا، بس هو دي المهنه بتاعتنا، انت بتشتغل في حاجات باقل من ملي وحاجات بسيطه جدا، تمام. بصوا بقى الافريج بتاع الستودنتس كان عامل ازاي. الاسهم الحمراء دي بتشاور على الاخطاء اللي حصلت وهم بيعملوا تريننج، تمام. فالاخطاء حصلت، ولكن الكونكلوجن بتاع البحث ايه بالافريج كده من الطلبه؟ significant improvement in the two dimensional motor skills، تمام. two dimensional motor skills ده هي spatial intelligence. الطلبه اللي اخذوا الكورس في البري كلينيك، الكورس ده عملوا developing spatial intelligence بتاعهم والموتور سكيلز بتاعته، ان هو يقدر يتحكم في ايده، في اعصاب ايده، ويقدر يبقى فاهم كويس لما بيكون ماشي في اتجاه ده المراية بتوديه فيه، تمام. فده شيء عبقري جدا. فالموضوع بقى زاد كمان في دراسة اتنشرت في فبراير 2021، تمام. كان training program للدنتال ستودنتس البري كلينيكال، عملوا لهم نفس الجهاز تقريبا، نفس الفكرة زي ما انتم شايفين كده. والبحث ده يا جماعة فري، اللي عايز يشوفه انا سايب لكم الريفرنس تحت في السلايد، تمام. عاملين ده علشان تبدأ ان انت تشتغل بالهاند بيس indirectly في البوكس ده. وبعدين خدوا الموضوع بقى للنكست ليفل اللي هو كده. في الابر بتشتغل بالقلم الرصاص بالشكل ده وتحاول ترسم الاوكلوزال تيبل. اللور بقى بتبدا ترسم كافيتي، تمام، بالمرايه برضو. المفروض بتحط المرايه ديستولينجوالي، بس هنتكلم عنها كمان شويه، تمام. فادي بحث اهو معمول علشان يعملوا تريننج بروجرام، متحدد الاوبجكتيفز بتاعته، متحدد الوسيله اللي هم هيدربوا الطلبه بيها علشان يوصلوا لاوبجكتيف معينه في الاخر، تمام. فمفيش حاجه اسمها ساينس حاجه وبراكتس حاجه، الكلام ده بطيخ يعني، تمام. فالكونكلوجن هنا بيقول لك this بري كلينيك بروجرام was found to have a positive feedback عن الوركينج بوستشر. الوركينج بوستشرز دي اللي هي طريقه البيشنت او الدكتور بيشتغل والبيشنت موجود معاه، تمام. thus achieving its objective. فالموضوع ان هو خلاص انت دلوقتي دربت الطلبه على الارجونوميك بوستشرز اللي انت بتشتغل بيها دي، وكمان زي ما قلنا في البحث اللي قبليه الموتور سكيلز. فالابحاث يا جماعه مش بيقعدوا ده وقت، لا، ده بيعملوا استقصاء لحاجه معينه عشان يشوفوا نتيجتها. والله لو كويسه تتعمم على الجامعات كلها، وما تستغربوش كمان 5 أو 10 سنين هنا في مصر ساعه لما، او ممكن اكتر شويه ساعه لما، ممكن يطبقوا البروجرام ده على البري كلينيكال ستودنتس. دي دعوة لكل الجامعات، هو لو حد بيتفرج من الدكاترة ان هو يبدأ يدرب الطلبة بتاعته في السكشن على الموضوع، تمام؟ طيب، الموضوع بقى ان انت تعمل بوكس ومراية وحاجات ده مكلف شوية. انا عملت approach اسمه كايزن approach او 10 step approach for mastering indirect vision، تمام؟ تعالوا نشوف بقى الابروتش ده. اول حاجة زي ما انتم شايفين في الصورة، انا نزلت ديمو امبارح، هنحطه في نهاية المحاضرة النهاردة تاني برضو. ده اول حاجه البوزيشننج، البوزيشننج بتاعك انت قاعد ازاي. شايفين انا يا دوب رقبتي 10 degrees او 5 degrees، تمام، بص في المرايه وشغال على راينر، تمام. وراينر جنبي هو، بس انا مش مطلعه في الكادر بتاعي، تمام. اول حاجه لازم تتعود تفرد ظهرك وتبص تحت، عينك بتكون مقفوله، مش مشكله، هو انت يعني داخل السينما مش هتتصور يعني. المهم ان انت في الاخر تبقى مش عامل كده عشان تبقى فاتح عينك، لا، خلي التلتنج بتاعك حاجه بسيطه ونزل عينك لتحت، تبقى شايف كويس عادي جدا، تمام. طيب تاني حاجه الارمامنتاريوم، المفروض ان انت في البدايه بتبدا تعمل براكتس بالمرايه اللي هي بتاعه الفوتوغرافي، تمام. المرايه دي انا كنت جايبها من دنتال تاون، كانت 4 مرايات للتصوير، الاربعه كانوا ب 300 جنيه فما كانتش غاليه قوي يعني، ممكن تعملها عادي عند اي حد بتاع ازاز، بس طبعا يعني يفضل انت تجيب الفرونت سيرفس ميرور دي، تمام. بدل المرايه اللي هي الثانيه، يعني المرايه الثانيه اللي بتبقى ليفل اعلى شويه. فالليفل الاولاني بتبدا بمرايه كبيره عشان تبقى شايف اكتر، تمام. وبروب، مش هنستخدم حاجه غير البروب في الاول، تمام. فانت الاول حاجه بتعملها ان انت بتفيجوالايز دايركشنز. بصوا يا جماعه،
انت دلوقتي المراية انت باصص فيها كده اهي بتتحرك، انت جوه دماغك حاطط البروب كده، اوكي البروب كده انت حاططها كده، انت تخيل ان انت لو طلعت اب ده معناه ان انت رايح فين؟ رايح ميزيال، تمام؟ طب لو نزلت داون انت كده رايح ديستال. طب لو رحت يمينك انت، سيبك من البيشنت، يمينك انت او يمين اللي انت شايفه في المرايه، انت كده رايح باليتال لو انت شغال ليفت، وباكل لو انت شغال رايت، تمام؟ وشمالك انت تبقى انت رايح باكل لو انت شغال ليفت، وباليتال لو انت شغال رايت. الموضوع اسهل من كده مفيش، تمام؟ بس علشان تكون فاهم كويس انت بتعمل ايه، بصوا كده تاني على البرزنتيشن، لازم تحط فيكسد بوينت جوه دماغك. انا بدخل كل مره عند الاوبليك ريدج، عند السنتر بتاع الاوبليك ريدج، تمام؟ فاما باجي اتحرك من الكنترولز دي انا خلاص دماغي خلاص اتبرمجت ان اب داون رايت ليفت، دي الاتجاهات انا عارفها خلاص. وصلت؟ تمام. نخش بعديها بقى، احنا لازم نعمل تريننج احسن شويه، نعمل الاوكلوزال اناتومي، نمشي على الجروفز، تمام؟ البرايمري والسكندري جروفز اللي بين الكسبات، نمشي عليها بس عشان نبدا نبراكتس الموضوع ده، هوريها لكم في الفيديو كمان شويه. بعد ما تخلص البراكتس الاولاني اللي هو ليفل 1 ده، خش على ليفل 2 ان انت تغير المرايه، وتجيب المرايه الصغيره بتاعتك اللي هي دي فرونت سيرفيس ميرور، دي بتديك مساحه اصغر شويه، فبالتالي الموضوع بيبقى اصعب شويه، تمام؟ وتبدا تاني ترسم الايه الاوكلوزن اناتومي. بعد كده تبدا ان انت تنتقل انك تعمل براكتسنج للبروبنج. البروبنج اللي هو البريدونتال بروبنج هتعمل على البكل، يعني مثلا دي السنه اهي، ده بيخليك بقى تفهم الدايركشنز اكتر، لان البروب كده دي مثلا البروب اهي، فانت هتعمل هنا كده وتمشي باتجاه، كل شويه عمال تغير اتجاه ايدك، تمام؟ وتحت الكونتاكت بتغير اتجاه ايدك تاني، فالحركه دي بتخليك انت تبقى عندك الايه السبيشال انتليجنس وانت شغال بروبنج حوالين السن، تمام؟ يبقى ده ليفل 3، تمام؟ وبعد الليفل ده بتبدا تعمل براكتسنج ويز بلاستيك انسترومنت. ادي بلاستيك انسترومنت اهي، المفروض ان البلاستيك انسترومنت دي انت ما بتعملش بيها زي الكوندنسيشن الامالجام، لا انت بتعمل بيها لايت تاتشز، لايت تاتشز كده، تمام؟ بتستخدم حاجه اسمها السكسيتروبي بتاعه الكومبوزيت، ان انت بسلايت بريشر كده كده زي الكاتشب بتتغير الفيسكوستي بتاعته للحظه معينه، فيبدا يتفرد معاك، تمام؟ تقعدش بقى تغرس والكلام ده، ما نعملش الكلام ده في الكومبوزيت خالص، تمام؟ فبتبدا تعمل براكتس للانجيوليشنز بتاعت الكاسبال انكلاينز اللي هي الترينجلر ريدجز والحاجات دي، عشان تبقى برضو فاهم الدايركشنز بتاعتك بتبقى عامله ازاي. بعد ما بتخلص ليفل 4 ده بتخش بقى على انك تعمل براكتسنج للهاند بيس. طبعا كلنا عارفين ان الهاند بيس ساعه لما تيجي تمسكها والمرايه كده هي بتخلص، انت ما فيش شايف حاجه في المرايه. طب يا عم لما تاخد بكل كده شويه، ما انت هتبقى شايف، خلي زي ما هي اهي، ادي الكونترا زي ما هي كده اهي، البير باصص لنا كده والمرايه انا مش شايف حاجه غير ظهر الكونترا في المرايه. طب ما انا لو اتحركت كده، ما انا ايدي دي ثابته زي ما هي وهبقى شايف الجروفز زي ما باين كده في الصوره، فانت اتحرك بس بقلي، الموضوع سهل، بدا ليفل 5. بس ساعتها بنبداوا نعمله بين المرايه الكبيره بتاعت التصوير عشان نبقى شايفين مساحه اكبر. بعد كده نخش بقى على ليفل 6 ان انت تعملها بالمرايه الصغيره، تبدا تتحرك بعيد وقريب وبعيد وقريب وهكذا، وتبقى فاهم ان المرايه الصغيره كل ما هي كانت قريبه من الكونترا كل ما هيجي عليها ووتر من الكولنج كتير جدا، فممكن تبعدها قوي. بس كل ما بتبعدها عن الكونترا كل ده ما بيديلك مساحه اقل انك تتحرك فيها بكلي وبلاتلي، تمام؟ فانت وازن بقى ما بينها، معاك اسيستنت ما معاكش، دي حاجه بقى ترجع لك، تمام؟ مع الوقت والليرنينج كيرف بتاعك هتلاقي الموضوع بقى اسهل كتير. واخر حاجه هي الدايركشنال كنترول. انا بشتغل اندايركت فلور زي ما انتم شايفين كده في الصوره. الدايركشنال كنترول هتلاقوه في الديمو بقى في الاخر. البروب نفسه انا بستخدمه هنا علشان بس نعمل بيه لوكيشن للمكان بتاع الكانيلز اللي هو الفيوتشر، مكان الفيوتشر بتاع الكانيلز، تمام؟ فانا دلوقتي داخل ديستالي، داخل بالبروب كده، تمام؟ بقى انا كده رايح ديستالي. طب لو انا عايز اجيب الميزولينجوال، الميزولينجوال بيكون اتجاهها عمودي كده، تمام؟ لكن الميزو بكل اتجاهها رايح كده بكلي شويه، فانت بتخش لها كده، تمام؟ هنشوف بقى الدمو مع بعض، وان شاء الله كده دي نهايه حلقتنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل، ويا ريت لو بتعرف زمايلك بيعانوا في الاندايركت فيجن في الكليه تعمل لهم منشن للحلقه دي او تعمل لهم شير.